إجمالي المتطوعين بلغ عددهم خلال هذا العام 1164 متطوعا ومتطوعة في مختلف المجالات وبساعات تطوعية قدرت ب 19,000 ساعة. احتفت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض إنسان بأبطال التطوع تزامنا مع يوم التطوع السعودي والعالمي. الحقيقة نحن نشعر بفخر في أن يكون من أبنائنا المتطوعين الذين يشاركون في هذه الجمعية، وهو تعبير أو نموذج لعطاء هذا المجتمع المعطاء، المجتمع السعودي الذي الحقيقة نفخر بإسهاماته الفاعلة ومشاركاته في جميع نواحي الحياة. والحقيقة نحن كذلك نمشي على ثرى وخطى قيادتنا التي تهتم من خلال رؤية المملكة 2030 في دعم ونشر ثقافة التطوع في المملكة العربية السعودية. خلال الحفل تم إطلاق 50 فرصة تطوعية تتضمن المسار الصحي والبيئي والاجتماعي والترفيهي، إضافة إلى مبادرة لنجعلها خضراء، وذلك لغرس 10,000 شجرة في العام القادم 2022 بالتزامن مع مبادرة السعودية الخضراء. جمعية إنسان من بداية المبادرة كانت أنه الهدف الأساسي أن نكون رقم واحد في الجمعيات الخيرية فيما يخص التطوع والعمل الخيري، والحمد لله نجحنا في بعض المؤشرات الإيجابية. نجحنا في الحصول على المعيار الوطني للتطوع من الوزارة اللي مسمى إدامة، والإخوان عندنا في الوحدة عملوا على تنويع الأنواع التطوع اللي هو المهاري والتخصصي والعام، والحمد لله حصلنا على أكثر من 500 متطوع، عندنا 1,000 فرصة تطوعية، القيمة الاقتصادية لها تقريبا 1,000,000 ريال. كل هذه النجاحات جت في فترة بسيطة من حوالي 6 شهور. شهد الحفل تدشين منصة التطوع في إنسان، والتي تهدف إلى أتمتة جميع عمليات وحدة التطوع، بحيث تتيح لموظفي الجمعية طلب الفرص إلكترونيا وتوفير خدمة طباعة التقارير الدورية، وتمكين الموظفين من تتبع مسار الفرص التطوعية ومعرفة حالة التطوع، وأيضا تمكن الزوار من الاطلاع المستمر على إحصائيات وأرقام التطوع. للإخبارية عبد العزيز الموينة، الرياض.